يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج الترند، أولى حلقات الأسبوع. دايما حلقات بتكون مهمة مليئة بالأخبار على مختلف الأصعدة، سواء عالميا محليا. وقبل كل ده، كل جديد يتعلق ويخص بنادينا الحبيب النادي الأهلي وآخر أخباره وكواليسه واستعداداته للموسم الجديد كمان المرتقب بشكل كبير قوي قوي من جماهير النادي الأهلي، واللي بإذن الله الجمهور مستني من خلاله عدد مميز من الألقاب وأداء يكون جيد ونتائج رائعة كالعادة من قبل النادي الأهلي ولاعبيه والفريق الأول لكرة القدم تحديدا. فعندنا فقرات كتير جدا مهمة من خلال حلقة الترند النهاردة، تابعونا لحظة بلحظة. لكن دايما بننتظر تواصل حضراتكم معنا من خلال سؤال الحلقة، والسؤال بيخص منتخبنا الوطني الأول ومباراته الأولى تحت قيادة فيتوريا المدير الفني الجديد للمنتخب. هذه المباراة الودية اللي كانت أمام منتخب النيجر، واللي قدر منتخبنا الوطني أن يفوز فيها بنتيجة 3-0، نتيجة جيدة. رأيكم إيه في أداء المنتخب مع فيتوريا؟ هننتظر تفاعل حضراتكم من خلال سؤال الحلقة ومن خلال صفحات القناة المختلفة على السوشيال ميديا، فيسبوك تويتر وإنستجرام، وهناخد طبعا تفاعلكم في الجزء الأخير كما هو المعتاد من الحلقة. لكن البداية بتكون بأهم وأبرز العناوين، تعالوا نشوف. في ترند الأهلي، الفريق يستأنف تدريباته بعد راحة 24 ساعة. وكمان الاتحاد المنستيري يحدد 9 أكتوبر لمواجهة الأهلي في دوري الأبطال. وأخيرا الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق على التقدم بطلب تنظيم أولمبياد 2036. تفاصيل أكيد كتير جدا مهمة هنتطرق ليها من خلال فقرات مختلفة في حلقة الترند النهاردة، وأكيد هنتكلم عن كواليس بتخص استعدادات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي. هنتطرق كمان لأداء منتخبنا بالأمس وبعض الملفات المهمة اللي جمهور الأهلي دايما بيسأل عنها. عشان كده استنونا بعد الفاصل، لأن التفاصيل كلها هتكون معنا في الفقرة اللي جاية. استنونا. اهلا بحضراتكم مره ثانيه. عندي اكتر من جزئيه هنتكلم عنها، سواء عن منتخباتنا الوطنيه او بالتحديد كمان عن النادي الاهلي واخر اخباره. خليني بس ابتدي بمنتخباتنا. امبارح كان في ماتشين وديين، المباراه الاولى كانت ما بين المنتخب المصري الاولمبي امام المنتخب البنيني الاولمبي، المباراه اللي اقيمت في استاد الماكس بالاسكندريه واللي انتهت بالتعادل السلبي بدون اهداف في اولى تجارب المنتخب الاولمبي مع المدرب البرازيلي الجديد ميكالي. يمكن المباراه كانت ممله شويه، المباراه ما كانتش فيها جوانب فنيه كتير حلوه او ما تتمتعش بيها وانت بتتفرج، لكن دايما البدايه بتبقى مهمه. اكيد بيبقى في يعني شغل كتير جدا عايز يتعمل خلال الفتره اللي جايه من خلال الجهاز الفني، لكن طبعا تجربه وديه اكيد مفيده بالنسبه لميكالي ولاعبي المنتخب الاولمبي. واحنا عندنا بصراحه عناصر مميزه جدا في منتخبنا الوطني الاولمبي. بمناسبه المنتخب الاولمبي، خليني بس اتكلم معاكم عن مصطفى سعد ميسي، وده خبر مهم بيهم كل جماهير النادي الاهلي. وانا تواصلت مع اللاعب امبارح بعد الماتش عشان نطمن على اصابته، لان هو في الدقيقه حاجه و30 تقريبا، 36 او 37 من الشوط الاول في مباراه المنتخب الاولمبي مع بنين، جاله كدمه قويه او اصابه. الناس كلها قلقت بصراحه، الجمهور الاهلي بالتحديد. موضوع الاصابات بقى حاجه بالنسبه لنا صعبه شويه، فتحس ان احنا ايه بنتخض كده، نسمع اصابه بنتخض، فحظنا سيء شويه. لكن ايه اللي حصل بالنسبه لميسي؟ ميسي الاصابه عباره عن كدمه كانت قويه في توقيتها، كانت قويه جدا في توقيتها، اسفل السمانه، ما وصلتش الوتر اكيلس خالص، الحمد لله ما فيش اي مشكله. بعد المباراه الالام ابتدت تروح، هيريح بالظبط يومين، النهارده وبكره، وبعد بكره يشارك في التدريبات مع منتخبنا الاولمبي، وربما يتم الاستعانه بيه في مباراه يوم الثلاث، لا يوم 26. دي الصوره طبعا بعد الاصابه امبارح لمصطفى سعد ميسي نجم النادي الاهلي الجديد. او خلينا في مصطفى سعد بس، بلاش ميسي دي يا جماعه، ونفسي نتخلص من الالقاب بتاعه اللعيبه العالميه، لان ميسي مفيش منه نسخ خالص، هي نسخه واحده. لكن مصطفى سعد لاعب النادي الاهلي الجديد، ان شاء الله يكون لعيب كبير ويضيف للنادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه، وهو مبشر قوي بصراحه، شفناه مستوياته الفتره اللي فاتت مع سيراميكا. لكن المؤكد ان الاصابه الحمد لله بسيطه، اللاعب حالته في تحسن مستمر، وان شاء الله هيكون موجود مع المنتخب خلال الفتره اللي جايه. دي طبعا صوره ليه بعد اصابته مع المنتخب الاولمبي وبعد الجلسات امبارح بالليل بعد الماتش.
والامور مطمئنه للغايه، وهيشارك في التدريب من بعد بكره على طول، النهارده وبكره راحه، بعد بكره يشارك في تدريبات المنتخب وممكن يلعب ماتش يوم 26، اعتقد هيبقى قدام بنين برضو التجربه الثانيه لمنتخبنا الوطني الاولمبي يعني. فالف سلامه على مصطفى سعد وكل التوفيق طبعا لمنتخبنا الاولمبي. تعال نروح نتكلم على المنتخب الاول. امبارح برضو كانت اولى تجارب المنتخب الاول تحت قياده فيتوريا المدرب البرتغالي الجديد، فوز 3-0. البدايه دايما بتكون بدايه مهمه، وبصراحه مهمه قوي ان هي تكون بدايه جيده. امبارح كانت انطلاقه المنتخب مع فيتوريا حتى لو من خلال مباراه وديه، حتى لو مستواها ضعيف قوي او المنتخب اللي انت بتلعبه مستوى ضعيف، لكن في كل الاحوال مهمه قوي ان انت تاخد ثقه، مهمه قوي ان انت تبتدي بشكل تدريجي في مبارياتك، ومهم قوي النتيجه والاداء كان اهم. لان خلي بالك انا سمعت برضه بعض المحللين اللي هم اكل عيشهم اكل عيشهم ينتقدوا اي حاجه اي حاجه وخلاص، لو انا بشغال عشان انتقد عشان اجيب مشاهدات عشان الناس تتفرج عليا عشان الناس تقول اسمي، ابقى انا ماشي في عكس الاتجاه وخلاص. لا، امبارح حسينا ان في كوره شويه عكس الفترات اللي قبل كده. على فكره ايام كيروش كانت الامور كويسه بصراحه، مش وحشه، ممكن على مستوى الاداء الهجومي كنا قليلين شويه، والراجل كان بيلعب على قد امكانيات في المرحله دي، واحنا كنا بعيد قوي بصراحه. لكن مش بقيم فيتوريا طبعا خالص، ده ماتش مجرد ان هو ماتش ودي، بدايه بتلعب ماتش نايجر، فرقه مش او منتخب مش قوي قوي، كسبت 3-0. لكن بتطمن على حاجات كتير قوي، محمد صلاح طبعا النجم الاول لمنتخبنا الوطني واللاعب العالمي، هدفين مهمين. في ناس تقول لك كان خايف على رجله شويه، حقه يا جماعه، بصراحه خاف على رجله امبارح، طبعا ماتش ودي وفي نفس الوقت أدى بشكل كويس وفي نفس الوقت جاب لك هدفين، فما فيش مشكلة خالص. يعني مش هنفرح لما نخسر محمد صلاح من تدخلات عنيفة في مباراة ودية يعني، لا طبعا. محمد صلاح نجم كبير جدا بالنسبة لنا، وأحد مش أحد هو أهم عنصر في منتخب مصر، فبالتالي دي حاجة من الحاجات الإيجابية امبارح. لكن اللاعب اللي كان مميز قوي بمنتهى الصراحة بمنتهى الصراحة هو محمود حمادة، أول مباراة دولية لي مع المنتخب الأول وهو عنده 28 سنة، انتوا متخيلين؟ وهي دي النقطه اللي اتكلم فيها فيتوريا في المؤتمر الصحفي، ان ازاي احنا عندنا لعيب بامكانيات كويسه زي ده واول مباراه وديه او اول مباراه دوليه ليه مع المنتخب وهو عنده 28 سنه. فده تقصير من الاجهزه الفنيه المختلفه بصراحه، متعجبه يعني. وبالتحديد اللي هي الاجهزه اللي كانت يعني وطنيه، وفي نفس الوقت ممكن الفتره اللي مسكها اجيري شويه الراجل ما لحقش، فما بنقدرش احنا يعني عينينا هنا في مصر مش حلوه بصراحه على اللعيبه قوي يعني، لان كيروش هو اللي طلع لك عدد من اللاعبين اللي ما كانش متوقع اصلا ان هم يكونوا موجودين في منتخب مصر. الراجل فيتوريا واضح ان هو ماشي بنفس السياسه ولاعبين مميزين. فمحمود حماده من مكاسب المنتخب امبارح في المباراه، مباراه كانت رائعه جدا بالنسبه له، ونتمنى له التوفيق. طبعا هو لاعب فاركو ولاعب بيراميدز السابق ولاعب الانتاج الحربي الاسبق، فالامور كلها يعني من امبارح الماتش بيدي مؤشرات ايجابيه. ان شاء الله نتمنى لهم التوفيق في اللي جاي، لان مشوار طويل لسه يعني. مصطفى محمد عمل ماتش كويس برده بالمناسبه، ممكن بعض اللاعبين ما كانوش في مستوياتهم قوي، ابرزهم عمر جابر من وجهه نظري، ابرزهم طارق حامد، ممكن يكون تاثر بفتره الغياب الكبيره جدا عن نادي الزمالك قبل ما يمشي. محمد الشناوي ما فيش اختبارات حقيقيه عليه، لكن هو حارس منتخبنا الوطني الاول، يعني ما فيش حاجة مختلفة يعني أو جديدة بخصوص هذه المباراة. الأهم أن الاحتكاك خلال الفترة اللي جاية يكون أقوى بقى من كده عشان نستفاد بشكل كبير. الاحتكاك لما يكون أقوى ناخد على الماتشات القوية، لما نخش في تصفيات كاس عالم، نخش في بطولة الأمم الأفريقية، أي تحدي قوي نكون قده بإذن الله. فلازم أن احنا نلعب منتخبات كبيرة برضو، وأعتقد دي الاستراتيجية اللي هيمشي بيها المنتخب خلال الفتره الجايه اتحاد الكوره عشان نعلي كمان تصنيفنا، لان يعني واضح ان احنا موضوع التصنيف ده بيأثر علينا بشكل كبير واحنا ما كناش واخدين بالنا منه يعني. فده بخصوص منتخبنا الوطني الاول. نتكلم عن النادي الاهلي، نروح لفاصل الاول نكمل. طيب نتكلم على منتخبنا او نتكلم بالتحديد عن النادي الاهلي، والنادي الاهلي طبعا في مرحله غايه في الاهميه، وهي مرحلة الاستعداد للموسم الجديد. امبارح كان الفريق راحة في إطار معسكره المغلق اللي ابتدى تقريبا يوم الأحد أو الاثنين اللي فات، والنهارده الفريق استأنف تدريباته الساعة 9 الصبح مران صباحي، بالمناسبة هو المران الوحيد النهارده، لأن بكرة في مباراة ودية تانية للنادي الأهلي قدام فريق أسوان اللي مدعم صفوفه بشكل قوي مع الكابتن ربيع ياسين، واللي بيستعد أيضا بشكل مميز سواء على صعيد التدعيمات أو صعيد المباريات الودية للموسم الجديد. فبالتالي النهارده مران واحد، بكره تلعب الماتش الودي الغير مذاع بالمناسبه، ودي ده قرار كولر ولازم نحترمه بشكل كبير. متشوقين قوي ان احنا نشوف الاهلي بصراحه قوي قوي يعني،
لكن مصلحه الفرقه اهم، مش مهم احنا نشوف، المهم الفرقه تبقى تظهر بالشكل الكويس في اول مباراه رسميه مع اتحاد المنستيريوم 9 اكتوبر في دور 32 او ذهاب دور 32 بطوله دوري ابطال افريقيا. يعني اللقطات اللي حضراتكم بتشوفوها دي لقطات من مران الفريق النهارده الصبح. خليني اقول لكم بعض الاخبار اللي بتخص الفرقه مع كولر المدرب الجديد. النهارده كانت التدريبات عباره عن تدريبات بدنيه متنوعه وتقسيمه كده مع نهايه المران، واجتمع كمان كولر مع اللاعبين واتكلم معاهم في بعض الجوانب والامور الفنيه. يمكن الفقرات البدنيه تحديدا خدت حوالي 40 دقيقه تحت اشراف مخطط احمال الفريق، وكمان حته التقسيمه دي بتبقى جزئيه مهمه جدا في الفتره الحاليه بالتحديد مع مدرب جديد يفضل بشكل مستمر يقيم اداء اللاعبين ومستوياتهم ويحاول يستقر بشكل او باخر على شكل الفريق وتشكيل الخاص به خلال الفتره المقبله قبل التحدي بتاع الاتحاد المنستيري اللي هيكون غايه في الصعوبه، غايه في الصعوبه. انتوا عارفين الاهلي طبعا كان لعب مباراه وديه وحيده قدام فريق بتروجيت يوم الاربعاء اللي فات وقدر ان هو يفوز بنتيجه 5-1. طبعا مش مقياس اطلاقا المباريات الوديه، لكن برضو بنقول ان البدايات مهمه قوي ان هي تكون بشكل ايجابي ويدي ثقه كبيره للجهاز الفني الجديد وايضا للاعبين. طيب من الاخبار السعيده لجماهير النادي الاهلي عوده قفشه وشريف للتدريبات الجماعيه بشكل كامل وجاهزين كمان ان هم يشاركوا في المباراه الوديه بكره قدام أسوان، المباراة اللي هتقام في استاد الأهلي والسلام. بمناسبة يا جماعة ملعب الأهلي والسلام واستاد مختار التتش، عشان الكلام الكتير قوي قوي اللي تلاقي البعض من الزملاء الإعلاميين بيحاول يستغل الفرصة يقول لك أصل لما جه كولر قعد يبص على الملعب فما عجبوش وفي ملاحظات قد كده وعشان كده نقلت مباريات الأهلي الودية على استاد الأهلي والسلام لأن الملعب بتاع التتش وحش. والله العظيم الكلام ده غير حقيقي، يعني ده فيلم، اللي يقول لك كده ده كده بيحكي فيلم من خياله. الملعب ممتاز وكان من الاول لو الراجل مش عاجبه الملعب طب كان يبقى من الاول ان هو يطلب ينقل التدريبات اصلا من استاد مختار التتش. ما هي التدريبات هي كانها مباريات وديه ممكن تتصاب وممكن لا قدر الله يحصل حاجه بسبب الملعب. لا الامور كويسه جدا، واي حد يتكلم معاك في الاتجاه ده قول له ما تقفلمش يعني من الاخر، يعني الكلام ده مش حقيقي. فقفشه وشريف بيعودوا واكيد بيدعموا صفوف الفرقه. والله يا جماعه من ضمن اهم الصفقات للفريق الموسم الجديد عوده اللاعبين الاساسيين بعد الراحه، هي دي في حد ذاتها صفقات مهمه. هل معنى كده ان الاهلي خلص صفقاته؟ لا، الاهلي ما خلصش صفقاته. من غير ما ناخد في تفاصيل ننتظر دايما الرسمي من النادي الاهلي. طيب كمان النهارده من الاخبار الكويسه، بما انك عايز تدعم دايما صفوف الفريق بابرز واهم العناصر عشان يكون عندك عمق في قائمه الفرقه، كوكا لاعب النادي الاهلي لاعب وسط الفريق بيشارك النهارده في التدريبات الجماعيه. يمكن هو الفتره اللي فاتت كان عنده اصابه في العضله الخلفيه شفي منها تماما واصبح جاهز انه يشارك في التدريبات، وفعلا ده حصل النهارده، شارك لاول مره في التدريبات الجماعيه مع الفريق عشان يكون متاح للفرقه خلال الفتره اللي جايه. بشكل رسمي خلاص الكابتن سيد عبد الحفيظ اعلن ان مباراه الاهلي مع الاتحاد المنستيري اللي هي مباراه الذهاب في تونس ان شاء الله هتكون يوم 9 اكتوبر المقبل، ده الموعد النهائي والرسمي لمباراه الاهلي الاولى مع كولر، المباراه الاولى على المستوى الرسمي. وان شاء الله باذن الله الاياب اعتقد لسه هيتم تحديد الموعد بتاعه ان شاء الله يكون في القاهره على استاد الاهلي والسلام، ولسه بقى هيتم التنسيق بخصوص موعد السفر مع ما بين الكابتن سيد عبد الحفيظ وكولر، وان شاء الله الاهلي يكون موفق في انطلاقه تكون كويسه قوي قوي في بطوله دوري ابطال افريقيا اللي غابت بس السنه اللي فاتت عن النادي الاهلي، فاحنا عايزينها تاني باذن الله تعالى، هي والدوري اللي غايب بقاله سنتين. فاهداف ودوافع جديده وروح مختلفه بالنسبه للفرقه السنه دي مع مدرب جديد مميز قوي اسمه كولر. هننتظر دايما، انا بسمع كلام ايجابي قوي بصراحه على كولر جدا، بس انا ما بحبش ابالغ وما بحبش استبق الاحداث، فخلينا نشوف الفرقه مع الراجل في الملعب واحده واحده كده احنا معاهم في ظهرهم، وباذن الله النتائج تكون ايجابيه زي ما كلنا بنتمنى. ده بخصوص اخبار النادي الاهلي. خليني اروح لفاصل، بعد الفاصل لسه عندي كواليس وتفاصيل كتيره جدا هنتكلم فيها، استنونا. اهلا بحضراتكم مره تانية، لسه عندنا اخبار كتير بخصوص النادي الاهلي ومن خلال بتحديد الصفحات المختلفه على السوشيال ميديا. تعالوا نشوف الجديد ونعلق كمان بشكل مفصل عن كل الاخبار اللي بتتعلق بالاهلي في السوشيال ميديا. نبتدي بترند الاهلي ونشوف حساب كوره بلس على تويتر واللي قالوا موقف برونو سافيو من المشاركه مع الاهلي في وديه اسوان. برونو سافيو يا جماعه هيشارك بكره ان شاء الله مع الفرقه في الماتش الودي، يمكن ما شاركش الماتش اللي فات عشان كان عنده ثقل بسيط قوي قوي ناتج عن
يعني الفترة اللي فاتت سواء مع فريقه السابق بوليفار بوليفي ومشاركاته سواء فترة إعداد أو بعض المباريات، وأيضا عن فترة الإعداد الحالية مع الفريق، فكان طبيعي يعاني من تقل أو إجهاد عام بخلاف تقل بسيط أو في العضلة الخلفية، لكن هو شارك في التدريبات بقاله يومين ثلاثة. فاللاعب هيلعب بكرة المباراة الودية، أول مباراة ودية ليه مع الفريق، نتمنى له يا رب كل التوفيق، أحد العناصر اللي بإذن الله يكون أو تكون متألقة جدا خلال الموسم الجديد. الوطن سبورت وبيقول لك تشكيل الاهلي متوقع امام اسوان ودي، من 4 مصابين جاهزون للمباراه. خليني اقول لكم التشكيل المتوقع. حارس المرمى علي لطفي، ده طبقا طبعا اللي بيقولوه الوطن سبورت. في خط الدفاع محمد هاني، محمد مغربي موجود مع المنتخب الاولمبي فهو مش موجود في الماتش بكره. رامي ربيعه، محمد نصير او كوكا، وخط الوسط عمرو السوليه، محمد محمود، محمود متو او محمود متولي، واحمد عبد القادر. وخط الهجوم حسين الشحات، طاهر محمد، طاهر محمد، شريف او شادي حسين. اعتقد شريف ويعني وقفشه هيبقى ليهم دور في الماتش، بس مش شرط عدد دقائق كبير عشان لسه راجعين من الاصابه يعني، لكن المهم ان هم طبعا يكونوا متواجدين. طيب خلينا نروح لخبر اخر، وهو بيتعلق بحساب يلا كوره على تويتر، وبيقولوا ان في مصدر قال لهم ان الاهلي يطلب تقريرا طبيا عن حاله مصطفى سعد، وده طبيعي جدا، الاهلي بيتواصل ويطمن على اللاعب من خلال الجهاز الطبي بتاع المنتخب الاولمبي، واللاعب يا جماعه سليم 100% الحمد لله، مفيش اي مشكله خالص. زي ما قلت لكم في اول حلقه، هي عباره عن كدمه بسيطه كانت في اولها قويه، لكن الحمد لله دلوقتي الامور تتحسن بشكل كبير قوي قوي يعني، فهيكون موجود في التدريبات خلال 48 ساعه على اقصى تقدير. سبورت 360 وحسابهم على تويتر بيقولوا تطور القيمه السوقيه لمحمد الشناوي منذ عودته للاهلي، اغلى حارس في الدوري حاليا. طبيعي هم هنا عاملين زي ايه، زي احصائيه للقيمه التسويقيه خلال مشوار الشناوي مع الاهلي من ساعه ما رجع في 2016، كان قيمته 500,000 يورو. في 2017 القيمه قلت شويه لانه ما كانش اساسي، فبالتالي بقى 400,000 يورو. بعد كده بدايه من 2018 بقى بعد ما شارك في كاس العالم وتالق وبقى اساسي في النادي الاهلي، بقى قيمته التسويقيه 1,500,000 يورو. في 2019 نفس القيمه، 2020 زادت 1,000,000 يورو، 2021 زادت 500,000 يورو، و2022 نفس القيمه 3,000,000 يورو. طبعا نجم كبير وافضل حارس في افريقيا وافضل لاعب داخل قاره افريقيا، نتمنى له يا رب التوفيق دايما، وان شاء الله باذن الله يكون عنصر مهم جدا في مشوار الاهلي للموسم الجديد. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نكمل. اهلا بحضراتكم مره ثانيه. خلينا نروح نبص شويه على الجانب التحليلي ونتوقع شكل النادي الاهلي في الموسم الجديد مع كولر، بما انه مدرب جديد فليه استراتيجيه معينه في اللعب، اسلوب لعب معين، وكمان نتكلم على تجربه منتخبنا الوطني الاول امبارح. وفي الحقيقه احنا عندنا محللين كويسين جدا والله، ومواهب عظيمه قوي قوي بصراحه من خلال السوشيال ميديا، ودايما بنحب ان احنا نتواصل معاهم. النهارده هيكون معانا عبر سكايب حماده الشناوي، واحد من المحللين او محللي الاداء المميزين جدا اللي هنتكلم معاهم على كل هذه الامور اللي تطرقنا ليها. يا حماده مساء الخير. مساء الخير عليك يا امير وعلى كل متابعي البرنامج الكرام. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. طيب خلينا نبتدي بايه؟ نبتدي بمنتخبنا الوطني الاول وتجربه فيتوريا امبارح. تقييمك للتجربه دي، وهل نقدر ان احنا نحاول نستنتج شكل المنتخب مع فيتوريا خلال التحديات المقبله ولا لا؟ والله من وجهه نظر هي كانت تجربه مناسبه للواقع بتاعك يعني. احنا ما ينفعش ان انت تروح لمنتخب اقوى منك او يساويك في القوه الفنيه والبدنيه، ما ينفعش ان انت تروح في اول تجربه. كانت تجربة النيجر هي مناسبة لشكل المنتخب ومناسبة للوضع الحالي بتاع المنتخب. تمام. كان لازم للنوعية دي من المنتخبات لأهم لأسباب كتير. أولاً أنت معاك مدير فني جديد بأفكار جديدة، وكمان كان معاك بعض اللعيبة اللي لسه أول ماتش تلعب، فأنت محتاج تعمل توليفة أو محتاج اللعيبة تشرب منك فلسفتك. فمحتاج خصم بلغة الكرة كده يكون هادي في التعامل معاك، وبالفعل تجربة النيجر خلت المنتخب اظهر بعض الجمل اللي ظهرت امبارح في الماتش. امبارح الماتش رغم ان هو لاول ماتش وكمان 5 ايام بس تدريب تحت ايد الراجل، ولكن ظهرت بعض الحاجات. لان انت الكواليتي بالنسبه للنايجر هي فرق السماء والارض. فايه الجمل اللي كانت ظهرت؟ في كذا حاجه ظهرت امبارح. هو الراجل بيلعب 4-3-3 لها اللي هو الاربعه العاديين باكين و
واثنين مدافعين وارتكاز واثنين ثمانيه، لحد الارتكاز واثنين ثمانيه هنا لازم نقف. هو تمام. الراجل عايز من الاثنين ثمانيه بتوعه حاجات معينه، وده اللي كان ظاهر من ماتش امبارح. هو محتاج من زيزو ومحتاج من محمود حماده اللعب الكتري او اللعب المباشر العمودي على طول. هو عايز اختراقات من العمق، يعني احنا شفنا امبارح محمود حماده لعب اكتر من كوره لمصطفى محمد ومحمد صلاح من العمق. كمان شفنا الاسيست بتاع امام عاشور من العمق برضه. صح. وكمان شفنا كوره لزيزو اللي لعبها لصلاح واللي ما قدرش أيوة. يكونترول عليها. برضه كانت برضه من العمق. فانت هنا لازم لما تكون حاجه تتكرر اكتر من مره تعرف ان ده شغل المدرب، هو المدرب عايز كده من الراجل. توظيف زيزو كان كويس جدا في حته العمق عشان هو عايز مركز 8 يكون بالبلدي كده هو صانع اللعب بتاعه، فهو بدل ما يكون عنده صانع لعب بمركز 10 لا هو عنده 2 صناع لعب في شكل مركز 8. كمان بيلعب بال 4 3 3 لهدف ثاني، فكره الكثافه، يعني هو كره ناحيه اليمين عند صلاح يبقى عندك الباك رايت اللي هو عمر جابر وكمان الثمانيه يسند عليهم بحيث ان انت تقدر تعمل مثلث وهمي، تعمل مجموعات تمريرات تقدر تتخلص من الكثافه اللي هتتعمل على صلاح، ولو كانت عند مرموش هيبقى القصه برده بالكثافه، حتى كمان لو كانت الكوره من على الاطراف وعايز يعمل عرضيات الاثنين ثمانيه بيكملوا جوه ال 18 عشان يخلق كثافه ويلاقي عدد كبير يتعامل مع العرضيه اللي بتتعمل. روي فيتوري مدرب كبير، مدرب كبير ومدرب صعد على منصه البطولات وعارف اين تؤكل الكتف، ومدرب لازم نكن له كل الاحترام. أكيد. ما نقدرش ان احنا نقول عليه انه قليل، لا هو مدرب كبير جدا، وكان في ميزه كبيره جدا ان الراجل نجم. اسم كبير. نجم. يعني مفيش حد يقدر يتكلم لا ده اقل، لا ده ما دربش، ده لعب ما لعبش، لا الراجل ده صعد على منصه البطولات، لعب قدام اكبر الفرق، بيب جوارديولا كتب فيه شعر، يعني كتب فيه شعر. كل العالم بيتكلم عنه، فهو مدرب نجم. بصراحة كانت تجربة ممتازة. طب شناوي، نقدر نقول إن البداية مبشرة تخلينا نتفائل بمستقبل المنتخب مع فيتوريا، ولا لسه شوية ما ينفعش نحكم من مباراة ودية كانت مش ودية قوية قوي بالنسبة للمنتخب؟ أنا متفق مع الحتة الأخيرة اللي أنت قلتها إن مش من ودية هنقدر نحكم على المنتخب. حلو. وأتمنى كمان من اتحاد الكورة يمشي على نفس النسق اللي إحنا ماشيين بيه، إن إحنا نشوف منتخبات مستوى ضعيف بحيث ان اللعيبه عارف انت في اللاواعي فهمت الراجل عايز ايه منها. تمام. لما انت دلوقتي لو لعبت منتخب قوي منتخب كبير اللعيبه هتعطل لان مش فرصه ان هي تنفذ. بالظبط بالظبط. تصاعد في المستويات اللي انت بتقابلها لحد ما توصل لمرحله ان انت لا انا عايز اجرب قوه المنتخب ده في منتخب ادي في القوه مثلا. تمام. لازم تتعامل مع الموقف بتاعك بالشكل ده، بالشكل التدريجي المناسب. يعني هو في الحقيقه البدايه كانت بشكل تدريجي جيد جدا بالنسبه لمنتخبنا الوطني الاول. طيب تعالى بقى نتكلم عن النادي الاهلي وكولر وصفقات الاهلي الجديده. اولا تتوقع ازاي شكل الاهلي من الجانب الفني بالتحديد مع كولر خلال بدايه الموسم؟ واكيد انت تابعت كولر خلال يعني فتراته المختلفه مع مختلف الانديه والمنتخبات، ايه ابرز مميزات كولر وايه ابرز اساليب لعبه من خلال متابعتك؟ تمام. هو مارسيل كولر انا طبعا الداتا اللي كانت متاحه بالنسبه لي هي كانت فترته مع بازل السويسري. تمام. الراجل بيعتمد على طريقه من خلال رؤيتي يعني للفتره بتاعته كان بيعتمد على 4 2 3 1 الكلاسيكيه العاديه ما فيهاش اي تعديل. فكره صنع لعب مركز 10 ومهاجم 9 صريح كلاسيكي وجناحين مقلوبين اللي هو الناحيه اليمين يبقى جناح برجله القويه جوه الملعب والناحيه الثانيه جناح في الشمال رجله جوه الملعب. الشكل اللي كان بيلعب بيه. شكل الفريق بيبقى عامل ازاي؟ هو مش مدرب ايديولوجي. يعني هو مش متطرف لفكره. يعني اللي هو تقدر تقول ان هو بيلعب استحواذ طول الوقت ولا هو مدرب بيلعب على التحولات طول الوقت ولا دفاعي طول الوقت. لا، والظروف بتفرض عليه انا هعمل ايه حسب مجريات الماتش. بالظبط. وحسب مجريات المنافس. وده هيفرق معايا في بطوله واحده هي بطوله دوري الابطال. تمام. بطوله دوري الابطال او في النوك اوت عموما هو الراجل ده كويس جدا. الراجل ده وصل مع بازل في دور الثمانيه في الدوري الاوروبي، وصل لنهائي الكاس سويسرا، وكمان خد الكاس في السنه اللي قبلها. فهو عارف النوك اوت يعرف يتعامل معاه ازاي، لانه زي ما قلت لك كده هو بيعرف يتعامل مع الماتش. وده حلو بالنسبه لي، ولكن في حته الاختراقات والفرق اللي بتتكتل لا
هو الراجل عنده ميزه في الحته دي انه سيف، يعني بمعنى ان هو لو عايز حاجه تتعمل لا كثافه. يعني شفت مثلا لما كان بيعتمد على العرضيات، انت كنت بتلاقي على الاقل ثلاث لعيبه موجوده في ال 18، بحيث ان تلاقي اكتر من حد يستقبل العرضيات دي. فالعمق بيكون عنده اكتر من حد بيلعب تمريرات في العمق. فهو الراجل عنده ميزه زي ما قلت لك ان هو متنوع، يعني واقعي باللغه الدارجه، هنا واقعي بيعرف يتعامل مع الموقف كويس. حته ان هو في فتره اعداد دلوقتي وفي يعني مساحه شويه يعرف من خلالها اللاعبين، وثلاث ماتشات وديه وكلام من ده، دي حاجه ايجابيه بالنسبه له عكس مثلا ما يجي على مباريات رسميه على طول وصعبه. دي الحته اللي كنت هتطرق ليها، وفكره الميزات اللي ما حدش يعني خدها قبل كده. خد في الحقيقه فكره ان انت تعمل معسكر اعداد وفي فاصل زمن ما بين موسم واللعيبه اكتر حتى سلبيه، واللي راح مصيف واللي قاعد مع اسرته بما يكفي، بالبلد كده اللعيبه جايه لك فريش ليج وانت لسه بتاهلها، وكمان معاك 45 يوم تعمل فيهم اللي انت عايزه. وكمان في ميزه مهمه جدا ان انت هتبدا الموسم برضو تدريجي، بمعنى ان انت هتبدا دوري تمام اول 10 اسابيع عندك رفاهيه ان انت تفقد تعادل، ممكن تخسر ماتش، ده طبيعي وده وارد. اكيد. وكمان عندك كاس العالم، تقدر كمان في الفتره دي تعمل معسكر ده لو ما تلعبش الدوري وقت كاس العالم بعد الخطاب اللي بعته اتحاد الكره للفيفا. اخر سؤال سريعا يا شناوي، تتوقع ايه من برونو سافي وشادي حسين وميسي في، او بالتحديد مصطفى سعد، في الموسم الجديد مع النادي الاهلي؟ تتوقع ايه بعد ما تم التعاقد معاه بشكل سريع؟ هو برونو سافيو لاعب طبعا برازيلي، وكفايه ان هي الجنسيه بتاعته بتوصف اكيد. حالته، لعيب بيتميز بالمهاره الفرديه وبيلعب في اكتر من مكان. يمكن في الفتره اللي كان بيلعبها في بوليفار البوليفي هو كان بيلعب مهاجم تاني، ما كانش بيلعب جناح خالص، فهو مهاجم او لاعب كبير عنده مزايا كتير نقدر نستفيد منها. كمان عندنا شادي حسين، لا مهاجم كويس وجناح كويس. يمكن شادي عنده حته تقدر تستغله فيها ان هو يلعب تسعه، بس تسعه يبقى شبه، يعني تقدر تقول عليه ان هو صانع لعب اكتر من ان هو بيستلم لعب. فكره ايوه المهاجم اللي فاهم. بينزل يستلم كوره وشاف الناس اللي حواليه هو بيعملها كويس جدا، بيعملها يعني بشكل مميز. مصطفى ميسي عشان اكون صريح، احنا ما تعاقدناش مع مصطفى ميسي عشان يجي يشيل الفريق، احنا جايبين مصطفى ميسي لبكره، جايين الراجل خبرات النادي الاهلي ياخد على ضغوط الجماهير والضغوط النفسيه والتنافسيه بتاع النادي الاهلي، بحيث ان انا كمان سنتين ثلاثه يبقى احد لاعيب الاهلي اللي هم بيشيلوا الفريق. هو الولد كبنيات خام، لا هو ما شاء الله عليه حاجه محترمه جدا ولعيب كبير جدا، واتوقع ليه ان هو يكون حاجه محترمه مع كمان اللعيبه الشباب المميزين زي زياد طارق، زي ان شاء الله نصير، ميدو نبيل. باذن الله ان شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق. يا حماده انا بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا ويعني استمتعنا بوجودك معانا. حبيبي والله يا امير، انا بشكرك والله على الظهور، وان شاء الله اكتر من كده باذن الله. ان شاء الله باذن الله. بشكرك حماده، حماده الشناوي محلل الاداء، وبصراحه واحد من الاكتشافات التحليليه، نتمنى له التوفيق دايما، وان شاء الله يكون موجود معانا في فترات اخرى قادمه، واتكلمنا في جزئيات كتير جدا مهمه. اروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نكمل. اهلا بحضراتكم مره تانية. خليني اتكلم عن خبر مهم جدا جدا بالنسبه لكل الشعب المصري، وده طبعا بعد استقبال فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهوريه مصر العربيه للسيد توماس باخ رئيس اللجنه الاولمبيه الدوليه. ويعني الخبر غايه في الاهميه، لان في الحقيقه في موافقه رسميه من فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتقدم بطلب تنظيم اولمبياد 2036، زي ما حضراتكم شايفين كده الخبر على المستوى الرسمي ومن خلال الصفحه الرسميه للمتحدث الرسمي لرئاسه الجمهوريه. وطبعا الموافقه من قبل فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي دي ان دلت تدل على مدى اهتمام فخامته طبعا بالرياضه المصريه، وخصوصا ان احنا بصراحه في مصر عندنا بنيه تحتيه مميزه جدا جدا، ودي كمان باشاده الراجل توماس باخ رئيس اللجنه الدوليه. وطبعا الصور حضراتكم شايفينها في حضور طبعا معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، السيد طبعا توماس باخ
رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، بخلاف طبعا تواجد الدكتور مصطفى براف رئيس اللجان الأولمبية الوطنية الإفريقية، والدكتور طبعا حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، اللي استقبلهم طبعا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. خبر جيد إن شاء الله بإذن الله، نتمنى التوفيق لنا في هذا الملف اللي هيتم التقدم به بخصوص هذا التنظيم لأولمبياد 2026. إن شاء الله تبقى أولمبياد كايرو 2026، فبإذن الله حاجة مفرحة، ودايما نتمنى الخير لبلدنا الحبيبة مصر. طيب أنا قلت 2026 ولا إيه؟ ماشي 2036. ماشي، خلينا نروح لخبر أو نروح لترند المحلي، نكمل بعض الأخبار المهمة ونشوف إيه الجديد في الجانب المحلي تحديدا بعد ما خدنا الخبر المهم ده، ونبتدي من الاتحاد المصري لكرة القدم وحسابهم الرسمي على تويتر، واللي نشروا أبرز تصريحات روي فيتوريا المدير الفني الجديد لمنتخبنا الوطني بعد مواجهة النيجر الودية. بالمناسبة يعني أنا زي ما اتكلمنا مع حضراتكم في الجزئية دي، الراجل اتكلم في أمور مهمة قوي، قال لك احنا نجحنا بشكل كبير من ناحيتنا يعني في المباراة، وقدمنا أداء رائع، وكان الافضل اغلب الاوقات كنا احنا، وكمان اتكلم على ان انطلاق تحدي جديد مع المدرب واللاعبين، لسه ما نفذناش كل التعليمات بنسبه 100%، او اللاعبين ما نفذوش كل التعليمات بنسبه 100%، لكن في كل الاحوال القادم هيكون افضل بالنسبه لمنتخبنا الوطني مع هذا المدرب المبشر بمنتهى الصراحه، بصراحه يعني ان شاء الله يعني حقق كل احلامنا باذن الله كمصريين. نروح لخبر اخر من خلال كوره بلس وحسابهم على تويتر، روي فيتوريا لم أرى فريق يلعب مباراة رسمية أثناء توقف الدولي، حتى هنا هتشوف العجب في أفريقيا، هتشوف العجب. ده السؤال ده أو الكلام ده لازم يوجه للاتحاد المصري لكرة القدم، يعني الزمالك بيلعب ماتش في نفس توقيت الأجندة الدولية، مين اللي تسبب في كده؟ السؤال هنا يروح لاتحاد الكورة، هم اللي يجاوبوا، وأشك إن هم هيجاوبوا على حاجة زي كده، أشك. لكن في كل الأحوال لا، أنت لازم تاخد على الكلام ده فيتوريا، لكن ان شاء الله اتمنى لك كل التوفيق. ده بخصوص الترند المحلي. تعالوا نشوف تفاعل حضراتكم معانا من خلال سؤال حلقه النهارده ورايكم في اداء المنتخب امبارح. نبتدي بداليا الكابيتانو، واللي قال الطبيعي نكسب النيجر والاداء متوسط لاننا بنلعب فريق ضعيف عشوائي، واتمنى في القادم اننا في المباريات الوديه نلعب منتخبات قويه علشان فعلا يكون في استفاده حقيقيه بصرف النظر عن نتيجه المباراه. تحياتي، تحياتي ليك يا داليا. ناخد كمان احمد محمود، قال لك الاداء متوسط وده طبيعي عشان احنا في بدايه موسم، وكمان لضعف مستوى المنافس، وكل ما كان المنافس قوي هيبقى مستوانا احسن باذن الله، نتمنى يا رب باذن الله تعالى. كمان ابو بسمله قال لك جيد جدا يا كابتن، لكن ما ينفعش نحكم على احد او ما نحكمش على حد يعني من اول ماتش، لسه في لعيبه جديده دخلت المنتخب، فبالتالي لسه يعني قصده لسه في وقت. ده ابو بسمله وجهه نظر برده. ناخد كمان حسني ابو عبد الرحمن، قال لك كتجربه اولى مقبوله، والحكم عليه لما يقابل منتخب مصنف والحكم عليه لما نقابل منتخب مصنف من العشره الاوائل في افريقيا. ماشي، ناخد اخر تعليق، عبد الله الاهلاوي، مساء الخير يا كابتن امير، مساء الفل عليك يا عبد الله. الاداء فوق المتوسط لاننا كنا بنلاعب منتخب مش موجود على الخريطه، والاداء الحقيقي هيبان لما نلاعب منتخبات قويه زي السنغال والمغرب والجزائر وتونس والكاميرون وكوت ديفوار. ماشي، اكيد يعني وجهه برضو نظر جيده ان انت لسه ما لعبتش منتخبات قويه، لكن زي ما قلنا يا جماعه مهم قوي ان البدايه تكون بشكل تدريجي متصاعد عشان تكتسب الثقه اولا، وبعد كده عشان ما تظهر في المباريات القويه تكون على قد هذه المباريات. دي كانت تفاعلات حضراتكم، ودي كمان كانت حلقتنا النهارده من الترند. ليس لدينا المزيد، وغدا كل جديد في حلقه جديده من نفس البرنامج، فاستنونا. الى اللقاء.